صباحكم خير وسعادة بنور الرحمن ورضا الرحمن. السعادة بالنسبة للمرأة لا تكتمل إلا باكتمال أنوثتها وجمالها وثقتها بنفسها، إلا أكيد هتتأثر مع وجود مشاكل البشرة وخاصة حب الشباب. عام دراسي جديد، عام دراسي سعيد علينا جميعا. للأسف بتبالغ بعض البنات في استخدام مستحضرات التجميل اللي بتأثر بالسلب على بشرتها وبتسبب ليها مشاكل كتيرة جدا ومن ضمنها حب الشباب، وللأسف برضو بتلجأ لبعض الوصفات والخلطات غير معلومة المصدر والغير طبية وغير موثقة بوزارة الصحة لعلاج المشكلة، أو بتلجأ لنصايح بعض الصديقات أنا عملت ديرما أنا عملت ليزر وغيرها من النصايح اللي بتضر اكتر منها بتنفع. النهارده باذن الله في حلقتنا من صناع السعاده نقدم لحضراتكم روجيتا علاجيه بارشادات طبيه لعلاج مشكله حب الشباب مع دكتورتنا المتميزه دائما دكتور ياسمين ايمن الرفاعي اخصائي الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر. نورتيني يا دكتور. ربنا يخليك يا مي، احلى صباح عليكي وعلى المتابعين والمشاهدين. ان شاء الله باذن الله الحلقه تكون كويسه وتفيدهم ونقدم معلومات كويسه طبيه علميه تفيدهم وتفيد المشاهدين كلهم ان شاء الله. اكيد باذن الله فقره متميزه مع حضرتك. عايزين نحكي للمشاهدين كده بكل بساطه قصه حب الشباب ايه وازاي بيظهر على سطح البشره. تمام. حب الشباب هي مشكله بتبقى نتيجه انا عندي غدد دهنيه في على سطح الجلد، دي موجوده طبيعي جزء من مكونات سطح الجلد. الغده دي لها نهايه ما يعني لها قناه ولها نهايه. الصور معانا اتفضلي يا دكتور. لها نهايه ولها قناه، القناه دي بتتقفل فيبتدي يتراكم عليها او تتراكم الدهون جوه القناه دي وتتقفل القناه من بره فيبتدي يتكون لي حاجه اسمها بلاك هيدز وايت هيدز اللي هي الروس البيضاء والسوده والدهون تتراكم جوه القناه دي وبعدين يعني يتكون عليها بكتيريا وتعمل لي الالتهاب اللي هو بيكون في صوره حب الشباب. تمام. طيب فبالتالي انا عندي حب الشباب نتيجه في الباثوجينيسيس دي او القصه دي بيمشي يعني سيكونس. اولا بيظهر في صوره البلاك والوايت هيدز اللي هي الروس السوداء والبيضه، وبعد كده يظهر ان هي تجمع وتبتدي يحصل معانا انتهي. الصور على الشاشه دلوقتي يا دكتور اتفضلي. تمام. انا عندي الـ دي البايلو سبيشس اللي هي السبيشس جلاند اللي هي الغده الدهنيه. نوضح للمشاهدين كده بالعربي وببساطه عشان كل المشاهدين يفهموا معانا. حاول. الغده الدهنيه اللي هي بتبقى موجوده على سطح الجلد دي بتبقى جنب بصيله الشعره وبعدين بتخرج افرازاتها بره القناه. تمام. انا لما بيحصل لي او كباثوجينيسيس او حدوث حب الشباب بيبتدي نهايه القناه تتقفل ويحصل تراكم للدهون جوه الشعرايه جوه السبيشس جلاند او جوه الغده دي وتتقفل من بره وتعمل لي القصه بتاعت حب الشباب كلها. تمام. تمام. ده اللي بيحصل او اللي بيسبب حب الشباب. تمام. تمام. القصه دي بتحصل نتيجه ايه؟ ده عندي ده صوره لنهايه القصه بتاعت حب الشباب. دي اثار وعلامات حب الشباب. اثار وعلامات حب الشباب دي اللي هي السكورز اللي هي العلامات او الندبات بتاعت حب الشباب. خلاص. القصه دي بتحصل نتيجه ايه او اللي هي الغده دي بتتقفل نتيجه ايه؟ نتيجه استجابه عاليه من الغده للاندروجينز او اللي هي الهرمونات. تمام. ماشي. ممكن يكون بعض الناس عندها الهرمونات عاليه ودي القصه بتخش معاها في مشكله اكبر، وممكن الناس يكون عندها عادي نسبه الهرمونات عاليه ونسبة الهرمونات عادية ويحصل المشكلة نتيجة ان القناة بيبقى لها استجابة عالية للهرمونات الموجودة. تمام. تمام. دي القصة بتاعت حب الشباب. تمام. انا عندي ده شكل من اشكال حب الشباب. دي البلاك والوايت هيدز اللي هي الروس البيضة والسودة. تمام. وبعدين دي اشكال حب الشباب. انواع. لها انواع. زي ما قلت لك بتبتدي بقصة البلاك والوايت هيدز اللي هي الروس البيضة والسودة. ولما يحصل الالتهاب تبتدي تعمل لي باستيولز بابيولز وباستيولز اللي هي الايه الالتهابات الصدرية زي ما احنا شايفين. تمام. تمام. ده القصه بتاعت درجات بعد اهمالنا للمشكله من البدايه. دي ده حقيقي. والتعامل الغلط مع القصه
واعتبارها انها حاجه كبيره جدا، فبالتالي النفسيه بتتاثر والامور بتسوء. التعامل الغلط والنفسيه نقطتين مهمين جدا. التعامل الغلط بيبقى ازاي يا دكتور؟ التعامل الغلط بيبقى ازاي؟ اللي هو انا بعتبر ان انا يعني عندي مشكله في وشي وبتعامل معاها انا بشكل خاطئ من غير استشاره، من غير ما يكون عندي انا يعني اشوف انا في انهي مرحله بالظبط، لان كل مرحله من مراحل حب الشباب بيبقى ليها تعامل معين في العلاج. من نقطة مهمة جدا جدا، ما بنلجأش من البداية للطبيب المختص. مظبوط كده، لأن الأمور لو اتلحقت من البداية أنا مش المشكلة مش هتتراكم أو المشكلة مش هتكتر، لأن الدكتور بتاعك هيقول لك إزاي تتعاملي مع بشرتك على أساس المشكلة، يعني على أساس وضعك دلوقتي بتتعاملي إزاي أو بيحصل إيه أو أنت بتتعاملي مع بشرتك إزاي. ده المفروض الصح اللي يتعمل. تمام تمام. نبدأ الصور معانا تاني. عايزين نتكلم بقى قبل ما يعرضوا الصور. تمام. عن مسببات حب الشباب باستفاضه بقى، عايزين نفهم الناس. كويس جدا. انا ما بعتبرهاش مسببات، هي يعتبر عوامل. ماشي. المفروض بتساعد انها زي على ظهور حب الشباب. انا اول حاجه هي الهرمونات، الاستجابه العاليه للاندروجين هرمون او اللي هو هرمون الاندروجين بيظهر او الاستجابه العاليه دي بتخلي برضو البنات اللي بيشربوا الهوت شوكليت بيأثر على عوامل. دي عوامل المشروبات والاكلات المعينه والحاجات اللي هي منتجات الالبان. تمام. والسكريات العاليه ده من جوه بقى، ناكل ايه وما ناكلش ايه بالظبط كده. المفروض ان انا مش انا مش هسميه مريض، لان انا ما بعتبرش حب الشباب مرض. دي بقى الفكره، حب الشباب مرض ولا عرض؟ مش مرض ابدا. لذلك انا عايزه دايما التعامل ليه مش مرض؟ ليه مش مرض؟ لان هو المرض يعني انا عندي مشكله جامه انا بتعامل معاها وعندي لها اسباب وهكذا، انما حب الشباب ده عرض. فيه هرمونات موجوده، فيه خلل معين بيحصل وانا بتعامل معاه، حاله نفسيه سيئه بسبب حاله نفسيه والاستريس ده شيء مهم جدا وعامل اساسي من عوامل ظهور حب ده الشباب. ده اساسي، ده اساسي. لذلك انا اللي بيجيلي او اللي بيجيلي عنده حب الشباب اول حاجه بقولها وقبل ما نحط القلم وقبل ما نكتب اي روشتة، لازم ضروري نظبط الحاله النفسيه. لازم ضروري، مش كل وقت ماسك المرايه. بتتكلمي يا دكتور مع المرضى بتوعك ما بيجوا؟ يا ده اساسي. انا قبل ما احط القلم في الروشتة لازم، ده اكبر نجاح، تبقى فاهم القصه ماشيه ازاي وماشي علاجك ماشي ازاي. لان انا لو ما عملتش كده، هو من اول اسبوع انا بعض العلاجات بتعملي اكني فلير او بتزود الحبوب في اول اسبوع. فلازم انت تبقى فاهم حالته النفسيه هتسوء، هيحس ان انا ما فيش علاج جايب معايا نتيجه. لا انت لازم كل نص ساعه انا ماسك مرايه وعمال ابص، اصل دي زادت، اصل دي طلعت، اصل دي كترت. لا ده غلط جدا خالص. ده غلط جدا. انا باخد العلاج، بتعامل صح، بعرف ان انا بعد ما هدي وشي او وشي يهدى من الحبوب تماما ان شاء الله، يعني لو في اثارات بنتعامل معاها. لو انا ظهر لي بعد كده حبايه او اتنين نتيجه اي عامل من عوامل اللي قلناها، الضغط النفسي، لخبطه الهرمونات، ايا كان طبعا السيدات والبنات قبل يعني الدوره الشهريه ولخبطه الهرمونات دي، طبعا الحبوب بتزيد ولازم بيظهر حبايه او اتنين. انا لازم بطمن في نهايه كورس العلاج ان ده وارد يحصل. فانت تتعاملي ازاي مع الحبايه او اتنين اللي ظهروا بعد ما خلصنا كورس العلاج؟ دي نقطه مهمه جدا. يعني انا لازم اعرف ان انا مش بعد ما خلصت كورس العلاج انا خلاص انتهت القصه بالنسبه لي. لا أكيد. ممكن يظهر واحده لازم متابعه ولازم اهتمام. لازم طبعا، ولازم نمشي على تعليمات الطبيب. ايه التعليمات؟ التعليمات اللي بنديها للناس اللي هم الاكني برون سكين اللي هي معرضين لظهور حب الشباب، رقم واحد اول حاجه بقولها، لازم نستخدم نوع غسول معين مناسب لنوع البشره بتاعتي. دي اول حاجه، ويستخدم مره او مرتين برضو على حسب ما انا اشوف. يعني انت بعد يعني انت دلوقتي لازم المتابعه الدوريه مع الطبيب. انت في الوقت الحالي وشك او بشرتك محتاجه ان استخدم الغسول مره او مرتين في اليوم. دي اول حاجه. تاني حاجه، في نقطه مهمه جدا بتحصل مع الشباب والبنات وبينسوا ان هي دي ممكن تزود حب الشباب، اللي هي ايه بقى؟ استخدام الزيوت والكريمات على الشعر والجل بالنسبه للشباب. دي بتنزل على القرى على تزود حب الشباب في المنطقه دي، طبعا بيبقى فيه سنسيتيفيتي او الجلد كله بتاع الوش بيزيد حب الشباب فيه نتيجه المستحضرات دي. دي عامل مهم جدا لازم ناخد بالنا منه، ولازم الشباب والبنات ياخدوا بالهم منه. ومستحضرات التجميل كمان اللي بنستخدمها على البشره، وخاصه اصحاب البشره الدهنيه. دي حقيقه. مظبوط. وبعض الكريمات اللي البنات بيستسهلوا استخداماتها، وزي ما انت قلتي في اول الحلقه ان انا سمعت صاحبتي، اصل صاحبتي استخدمت الكريم الفلاني وجاب معاها نتيجه، اصل صاحبتي استخدمت الكريم الفلاني وبتبقى غاليه.
غير الغلو غالية ده انا بيجيلي مصايب من ورا القصه دي. بتجيلي مصايب. احكي لنا بقى. يعني مثلا بيجيلي ناس وشها متدمر تماما. حبوب وكونتاكت درماتايتس التهابات جلديه دي انا لازم بتعامل معاها بتاخد وقت معايا على ما اتعامل معاها بتتعافى في قد ايه ان شاء الله باذن الله. الكونتاكت دي ممكن في خلال اسبوع الدنيا تهدى. حلوه قوي. حلوه. بعد كده بقى بنعاني بقى من ارقام الدكتور وكل التفاصيل على الشاشه بعد اذن حضراتكم. كل الحاجات دي يعني بعد كده لما يتكون يعني البشره تهدى بنبتدي نتعامل على الحبوب الموجوده او على الوضع الموجود ده. حالات كتير كذا حاله جات لي الارقام مشكله في ان هي سامعه من صاحبتها خلطه معينه وصفه معينه كريم معين اصلا انا استخدمته وبشرتي بقت حلوه اصلا كذا الحاجات الوصفات والفيديوهات اللي بقت منتشره على النت جامد جدا فبتاخدها من غير استشاره من غير ما تسال انا صاحبتي عملت ده لا في مريض يجي يقول لك انا عايز اعمل ليزر انا عايز اعمل كذا عشان صاحبتي عشان جارتي عملت كذا ده كتير جدا ده كتير انا عايز اعمل كذا لا انا اللي اوجهك انا على حسب وضعك وعلى حسب حالتك وعلى فكره عايزه اقول لك على حاجه انا في بعض الاحيان بتعامل ممكن اريحك يعني انت جايه تقولي لي اصل انا الليزر صاحبتي مش عارفه طب لو احتجنا له هنستخدمه طبعا وممكن طب ماشي اوكي تعالي نجرب يعني على فكره هو الليزر اصلا فراكشن ليزر بيعالج الحبوب فماشي تعالي طب هل انت هل ده هيبقى علاج نهائي لحالتك هي بتقتنع في الاخر يعني هي بتامن ان لا الدكتوره قالته لي هو اللي صح بالنسبه لي فلازم انا براعي جدا جدا ان انا ما ازعلكيش لازم ما تخرجيش زعلانه ولازم تبقي مقتنعه بان اللي سمعتيه ده انا ما بحترمك وبحترم اللي انت سمعتيه بس لازم تعرفي ان اللي صح انت اللي بتحددي خطه العلاج اللي انا بقوله لك ليه لان احنا بنمشي على اسس علميه بتحددي البروتوكول العلاجي لكل مريض بالظبط طبعا على حسب الحاله وعلى حسب شكل الدنيا واصله ازاي وعلى حسب الاثار ماشيه ازاي وكده وطبعا في نقطه مهمه برضو لازم انبه ليها هو انا يعني اللي بيبقى جاي لي المريض بيبقى جاي لي مش يعني اللي مضايقه اكتر اثار حب الشباب اكيد لكن لما يجي انا عايز اضيع الاثار يا دكتور لا يا لازم نعالج المشكله لازم نعالج المشكله صح لازم هعالج الاثار ولازم اريحك خالص وكل حاجه بس لازم نهتم بعلاج الحبوب الاول طيب الفحص الاكلينيكي في مرضى معينين بتعمليهم فحص داخلي تحاليل معينه طبعاً. مين المرضى اللي بيحتاجوا ده طبعا لو انا الموضوع مثلا واحده بنوته وجايه عندها مشكله حب الشباب مقترنه بمشاكل تانية زي مثلا هيرشتزم اللي هي الموجود عندها شعر زياده في اماكن غير مرغوب فيها دي لازم نطلب لها فحص هرمونات لو الموضوع زايد معاها وما بتستجبش للعلاج لازم نطلب لها فحص هرمونات الهرمونات دي بتبقى اللي هي عندها مثلا تستوستيرون زياده هرمون الذكور عالي هو اللي بيسبب لها القصه دي بتبقى جزء من سندروم او جزء من قصه معينه زي اللي هي التكيسات في المبايض البوليستيك اوفري دي جزء دي مشكله ممكن يكون من ضمنها او عرض منها حب الشباب تمام ماشي فلازم في حاجات نطلب لها تحاليل دايما بنربط ما بين مرحله المراهقه وحب الشباب ليه يا دكتور ليه لان مرحله المراهقه دي لا طبعا دي حقيقه لان مرحله المراهقه مرحله بيبقى الجسم خارج من اطار معين وبتزيد الهرمونات اللي هي بتعمل لي بتكون لي شكل بتاع فتره المراهقه بتزيد فيها الهرمونات فبالتالي ده ينطبق مع الكلام اللي قلناه ان هي الهرمونات بتبقى جزء من المسبب يعني او مسبب من حب الشباب فبالتالي حب الشباب بيزيد في فتره المراهقه في بعض الاشخاص بيكمل معاهم بعد المرحله دي دي حقيقه انا في عندي رينج يعني في ناس لحد 30ات و40ات بيظهر لها حب شباب بس هي انا مثلا خارجه من ان بشرتي كويسه وصافيه كويس جدا اول ما دخلت مرحله المراهقه الامور بدات تزيد فانا دي حاجه غريبه بالنسبه لي فلذلك اكتر اللي بيكشفوا او اكتر اللي بيجوا يشتكوا مشكله حب شباب في فتره المراهقه الناس اللي هي عدت 30ات و40ات ما لو واحده اتنين والامور مش مضايقاني يعني خلاص فبتلاقي دول نسبتهم في الشكوى من حب الشباب قليله لان خلاص ما بقاش الامور يعني انا مش يعني مش مسبب قوي للمشكله قوي بالنسبه لي الا لو كان بقى عندي خلل هرموني زي ما انا قلت لك او عندي مشكله معينه فالامور بتبقى زايده فدي لا بتيجي تشتكي الهرمونات بتبقى عامل مؤثر فعلا في ظهور حب طبعاً الشباب ولخبطه الهرمونات واضطراب الهرمونات طبعا بنسبه 80% من المصابين بحب الشباب بنات عشان خاطر برضو الهرمونات لخبطه الهرمونات والبريود والحمل وان البنات كمان بيبقى يعني نفسياتهم بتتغير بسرعه يعني واستخدام مستحضرات التجميل
التجميل. طبعا طبعا استخدام مستحضرات التجميل، وان هم اكثر سعيا لاستخدام حاجات كتير قوي على البشره. يعني بتلاقي انا عايزه حاجه مش عارفه، انا عايزه محتاجه كل ده، انت هتهتمي ببشرتك هتلاقي نتيجه مرضيه، هتحطي طبقه بسيطه بس توحد لون البشره بالظبط عشان نرضيهم برضه يا دكتور. بالزبط. هل في كريم مثلا اساس او كريم طبي مصرح بيه ما بيضرش البشره ومناسب لجميع انواع البشره، بيوحد لون البشره بدون ذكر اسماء طبعا؟ والله بصي، يعني في حاجات موجوده بس برضو الافراط في استخدامها مش كويس. هو انا مثلا لو انا اتبعت تعليمات معينه بسيطه على فكره مش كتير، يعني انا دايما من محبذي قليل دائم خير من كثير زائل، اللي هو انا لو انا بستخدم مقولة حلوة جدا. روتين كويس ولو وماشي عليه باستمرار افضل من ان انا مره واحده هستخدم حاجات كتير وهحط حاجات كتير على وشي وهستخدم وفي النهايه يبقى النتيجه مش كويسه وانا ضررت بشرتي اكتر من فتة. الروتين ده بيبقى على حسب نوع البشره وعلى حسب انتي، انا الدكتور هو اللي بيحدد شافني بشرتي اخبارها ايه، فانا روتيني كذا. الروتين اللي بيتماشى مع كل انواع البشره ان هو لازم استخدام صن سكرين، مهمه جدا. صن سكرين دي بتبقى مهمه عشان خاطر نضاره البشره ومهمه عشان خاطر الاكني او الحبوب، مهمه جدا. يعني انا لازم لو انا عايزه احافظ على روتين عنايه ببشرتي ما ينفعش يتشال من الروتين ده صن سكرين، ما ينفعش. يعني ده لازم جزء روتين مهم في العلاج بتاعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما انا قلت لك، لا هستخدم غسول مناسب لبشرتي طبعا زي ما قلت لك نوع بشرتي بيحدده الدكتور، بستخدمه مره او مرتين في اليوم، وممكن زي تونر كده نهايه اليوم استخدم تونر بس. هو ده اللي ممكن. روجيتا يعني علاجيه محترمه اهي من دكتور ياسمين على الهواء حبيبتي. فانا مش كتير، ما استخدمش حاجه كتير خالص، ما افرضش في استخدام حاجات كتير، مش هو ده اللي هيصلحني. الفكره في المناسب، الفكره اللي هيناسب حالتك والطبيب هو اللي بيحدد ده. ولنفترض ان انا مثلا عايزه حاجه اكسترا، يعني انا عايزه شكلي يبقى افضل شويه، انا ممكن برضو باستشاره الدكتور كل شهر او شهر ونص اعمل بلازما، اعمل فراكشنال نضاره، اعمل ميزو نضاره. يعني في حاجات معينه برضو الدكتور هو اللي بيحدد ذلك على حسب انت بشرتك ووشك محتاج ايه. يعني لازم انت دكتور يشوفك ويشوف انت وشك محتاج ايه دلوقتي بس. فدي نقطه مهمه، ما اسمعش انا اللي بيتكلمني هباء كده، يعني انا بتكلم جنرال، ما شفتش شكلك، ما شفتش وضعك عامل ازاي، عمره ما هيحدد لك. لازم الفحص بالظبط، لازم التحاليل، لازم كل حاجه. ما ينفعش اسمع فيديو على النت لفلانه قالت مثلا كذا مناسب للبشره، اصل حطي كذا على كذا، لا دي ممكن تعملي حاجات كارثيه ولو حاجات طبيعيه. يعني انا كان جاي لي بيشنت يعني عملت ماسك خيار، ده الفيديو في مرحله العلاج، ده الديرما بن ده، وانا بعالج الاثار بتاعه حب الشباب. الديرما بن احد الحاجات اللي هي المايكرو نيدلينج، احد الطرق بتاعه علاج حب الشباب، الاثار بتاع حب الشباب. وعلاج برضو مهم للمسام الواسعه اللي هي الوايت بورس. الديرما بن مهم قوي، وطفره انا بعتبره ونتائجه وما هوش مكلف، يعني حاجه يعني تكنيك بيتعمل في العياده وبيديني نتائج حلوه جدا 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 كنضاره وكعلاج للاثار للسكارز او اللي هي الندبات بتاعه حب الشباب، حلو جدا جدا. وبرضو على فكره بيفيد في التصبغات. يعني انا حب الشباب ده سحر رائع رائع. انا حب الشباب يعني عندي دي الاكني سكارز اللي في الجنب دي، اللي هي انواع حب الندبات اللي بتسيبها حب الشباب، وده التكنيك او الطريقه اللي بيشتغل بيها الديرما بن، ان هو بيخش على عمق معين. طبعا كل منطقه في الوجه بيبقى ليها عمق معين بيخش بيه. تمام. الديرما بن بيحسن لي او بيحفز لي الكولاجين، انتاج الكولاجين من طبقه الجلد اللي جوه. اهميه الكولاجين ايه للبشره؟ الكولاجين مهم جدا، بس في غلطه كبيره جدا الناس بتعمل ايه هي افراط. لا الكولاجين ما ينفعش يتحط على البشره من بره. ده الخرافه والخزعبلات الموجوده دي، ده منتشر جدا، منتشر في كل الكريمات. ده بالكولاجين. انا على فكره نقطه مهمه جدا جدا انا كنت ناوي اقولها، الكولاجين ده عمره ما يتحط على البشره من بره. ده حاجه انا بحفز الجلد او بقول للجلد طلعها بتكنيك معين زي الديرما بين وزي الفراكشنال ليزر. عمري ما انا لو حطيت يعني كميات من الكولاجين من بره عمرها ما تفيدني، حتى أكيد. لو منتجات غاليه يعني أكيد. هي لو ادتني لازم داخلي
برافو عليك. هو بيومتك عن طريق الاجهزه، بيومتك من جسم وعلى يد طبيب. أيوه. مش في اي مركز. أه دكتور طبعًا. الجلديه هو اللي يعمل ده طبعًا. عشان ما يسببش كوارث لينا بعد كده. طبعا في 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 حاجات معينه ممكن انا اقولها للبيشنت بس برضو بتبقى تبع التعليمات. تعمليها في البيت، تكملي بيها في البيت الجلسات بتاعتنا زي الديرم رولر. الديرم رولر ده تكنيك ممكن يتعمل في البيت. تمام. بس لازم انا اللي اقول لك تعملي ازاي. تمام. ولازم يبقى مثلا كل سيشن تعمليها ديرم رولر في البيت، يبقى برضو ترجعي النتيجه اخبارها ايه، لان الدكتور هو اللي هيحدد برضو الدنيا. تمام. وصلت لحد فين. دي نقطه مهمه. بيجي لك حاله في المركز وانت ما شاء الله عليك ام، تيجي تقول لك بنتي عندها مشكله حب الشباب، وانا كنت قدها كده برضو كان عندي نفس المشكله. تمام. ممكن نقول ده وراثه، في عامل وراثي جيناتك فاكتور. نسبه قد ايه؟ لا نسبه موجوده ولها عليها دراسات كتير. الاثار بتاع كمان حب الشباب والنسبه ان يتعرض لاثار حب الشباب دي فيها جيناتك فاكتور كبير جدا او لها عامل وراثي. يعني مثلا الام اللي هي حب الشباب معاها ساب اثر بنسبه كبيره، لو ولادها عندهم بنسبه كبيره هيسيب اثر بنسبه كبيره. لذلك لازم التدخل ولازم العنايه بالحاله اللي هي عندها حب الشباب، اللي والدها او مامتها حصل لهم اثار من حب الشباب. تمام. دي نقطه مهمه جدا. عايزين نتكلم بقى نوضح لمشاهدينا اهم بارت في الحلقه النهارده، علاج حب الشباب. تمام. مهم جدا. واللي انا عايزه يوصل بشكل مهم جدا وشكل كبير جدا. اول حاجه انا عندي صوره مهمه قوي اللي هي بتاع انا مش عايزه لعب في حب الشباب. نعرض الصور. مش عايزه لعب في ان، او مش عايزه ايدك تتمدي على الحوض او ايدك تتمدي. نقطه مهمه جدا اكيد بتعاني منها. يا ربي انا بيخش لي وبالالم في حاله التوتر في المذاكره. بيخش لي اول ما تخش يعني البنت او الولد، انت لعب هنا وهنا وهنا. انا بعرف الجريمه انا عارفاها. يستغربوا، لا يا دكتور والله ما حصل. قلت له غلط ان احنا بنحط ايدينا على وشنا. مامتها او بابا اللي معايا، لا هي فعلا انت الصوره دي معانا بالظبط. الطريقه غلط جدا. دي من ضمن الحاجات اللي بتخلي الامور تنتشر، حب الشباب ينتشر، بيخليه يسيب سكارز وبوست هايبر بيجمنتيشن اللي هي الايه التصبغات. لا مهمه جدا. ما ينفعش ان انا العب في الحبوب. اول حاجه بقول لها قبل ما احط القلم في الروشتة، قبل ما اكتب لك اي علاج، لازم يكون في وعد ان مفيش ايدينا ما تتمدش على الحبوب، ضوافرك تنقص. انا ملاحظه ان علاقتك بمرضاكي ما شاء الله عليكي. ده اساس. ده لازم. شغلك معروف وسمعتك معروفه ما شاء الله عليكي. الله اكبر عليكي. والناس بتحبك والناس بتبقى متهافته حتى على الكلام معاكي. حبيبتي تسلمي. العامل النفسي انا بعتبره العامل النفسي هو المهم جدا ما بين الدكتور بتاع الجلديه بالذات والعائله. كلمه اخيره بتوجهيها دكتور لمرضاكي وبتوجهيها للي بيعانوا من حب الشباب. هعيدها تاني، ممنوع اللعب في حب الشباب، دي نمره واحد. انت ما عندكش او انت ما عندكيش مشكله كبيره يصعب حلها، دي نمره اتنين. نمره تلاته، ما تستسهلش وتستخدم او تستخدمي حاجات حد قبلك استخدمها، لان كل واحد وكل الأدوات مرحله لها علاج. لا كل مرحله لها علاج. يعني انت اللي عندك غير اللي عند فلانه غير اللي عند فلان، انت اللي عندك غير اللي عند فلان غير اللي عند فلان. دي نقطه مهمه جدا. كل ما سعينا ان انا اهتم وعالج بسرعه وعالج بدري، كل ما كان الامور ما بتتفاقمش مني واوصل لمرحله اثار حب الشباب اللي انا بعاني جدا من علاجها. علاجها بيبقى عن طريق ايه؟ اثار حب الشباب. اولا انا عندي كذا طريقه، زي ما عرضنا المايكرو نيدل او اللي هي الديرما بن، الفراكشنال ليزر، بعض الوسائل زي الكيميكال بيلينج او التقشير الكيميائي، التقشير البارد. دي لو في تصبغات، التقشير الكيميائي بيفيدني اكتر في التصبغات. طبعا لازم بستعين في النص ما بينهم بعلاجات. يعني انا بعمل الجلسات وباخد علاج والنتيجه ما شاء الله بتبقى حلوه جدا. بشكرك جدا يا دكتور، افدتيني واسعدتيني. انا بشكر دكتور ياسمين ايمن رفاعي، اخصائي الجلديه والتجميل والعلاج بالليزر، وبشكر صديقه عمري وحبيبه قلبي حبيب. طبعا ده اللي مشاهدينا مش عارفينه. فرحانه قوي بيكي وسعيده بيكي. تقابلنا بعد سنين، انا بصفتي الاعلاميه وانت بصفتك المهنيه. وبشكر استاذ ايمن الرفاعي على النبته الصالحه اللي جابها للمجتمع كله. بشكرك، هو خلف الكواليس منورنا دلوقتي. بشكرك جدا. ربنا يخليكي. انا كنت
مبسوطه ان انا كنت موجوده معاكي، ويا رب نكون قدمنا حاجه تفيد والناس تستفيد منها. ده اللي انا الهدف من ان انا كنت جايه معاكي، ان انا فعلا عايزه معلومه توصل للناس ونلغي معلومات غلط حاصله او بتحصل او بتقابلنا. اكيد هنتكلم فيه في حلقات جايه ومرات جايه كتير. شرفتينا ونورتينا. بشكركم جدا مشاهدينا الجمال على حسن متابعتكم. يا رب اكون افدتكم، يا رب اكون قدمت لكم فكره او معلومه او اي حاجه تكون افادتكم. انا مبسوطه جدا وانا معاكم، ويا رب اكون خفيفه على قلبكم. فقرتنا خلصت لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. استنوا زميلتي عبير عبد الله في فقرتها القادمه. اوعوا تروحوا في اي حته.